السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ونكون الحاجة اللي بنقدمها تكون مفيدة بالنسبة لكم. احنا اسفين جدا للتأخير، بقى لنا مدة مش عامة بننزل فيها فيديوهات. هو انا عندي فيديوهات كتير جاهزة، بس المشكلة في المونتاج، لسه بقى واحدة واحدة كده نظبط الدنيا ان شاء الله. هنتكلم النهاردة عن الشكل الهرمي اللي زي ده، الشكل الهرمي اللي زي ده ازاي احنا نثبته من هنا، لان هنا زاويه الميل قليله، لما نيجي نثبتها المسمار مش هيجيب. فاحنا ده في لون تاني، دي كده انا مفرزها بس عاملها بالصاروخ، دي بتتعمل زي على زاويه 120 درجه. انا قبل ما انفذ الشكل ده كنت عامله ماكيت ورق، لقيت المقاسات كلها مظبوطه والتلات اضلاع مظبوطين، فرحت منفذه على الكلادنج. طبعا اتعمل ملف كوريل زيه بالظبط ونفذناه على السي ان سي. ده الشكل بتاعه على السي ان سي. بنعمل ايه بقى؟ دي هنقطعها كده، وال 120 دول هنميلهم بزياده عشان لما تتنى تجيب زاوية الميل اللي احنا عاملينها دي، عشان لما نتني ده كده يقفل كده. أظن كده الصورة واضحة. ماشي كده، اللحام قافل كويس جدا اهو. احنا هنا عشان نقفل ده، نقفله من هنا، أي مسمار هيجي هيضيق الدنيا هنا. فاحنا جبنا زاوية حرف يو ألمونيوم، ده بيتباع عند بتوع الخامات اللي هو بتاع المطابخ وكده، بيبقى العود طوله 6 متر. هنقطع طبعا على قد المقاس بتاعنا ده، هوريكم دلوقتي هنعملها ازاي. في الاول دي هنقطعها كده، اظن كده واضحه. الحته دي هنشيل منها كده، هنعرضها لحد السنتر. يعني احنا لو شفنا الفرق بين دي ودي واضح اهو. نعمل الجنب التاني زيها، كده خلصت اهي. هنبردها من هنا، وهنا قبل ما نقفل نسلخ الايه الورق ده، بدل ما نعمله بالقطر واللون يروح من عليه، نفتحها بإيدنا كده شوية وخلاص. بعدين نقوم قلبين ده كده. الزاوية الألمونيا دي هركبها هنا كده، هنلاقيها واسعة سيدنا صغيرة. نعمل ايه بقى؟ هندقها شوية كده بحيث ان هي تبقى ايه، ضاقت عن ال 8 مللي اللي هو تخانة الاتنين كلادنج.
ونقفلها كده، ندخل الاتنين مع بعض كده. واحدة واحدة كده بقى، ايه نركبها. ونحافظ على قد ما نقدر هنا على العالي والوطي اللي هو ده. دي شكل البلاطة، أي حاجة متحشة زي دي نشتلها. طبعا دي فيها ورقة، نحاول ان احنا الشغل ده ما نفتحوش ونقفله كتير عشان ما يطمش. ولو في اي ريش ناعم زي ده متحاش نحاول ان احنا ايه نشيله. ونحافظ دايما على ايه النظافه دي. القفله طالعه زي الفل اهي، طبعا هضغط بالراحه كده مع دول اهي. ده كده الشكل الهرمي. هنا دول هنتني كده، دول هنا كده مش جايين في السنتر، هنقوم شايلين بالصاروخ كده. ده هنا مقفول كده من جوه ماسك نفسه، ده هيبقى الشكل كده في النهاية. احنا بنسيب الاتنين سنت دول عشان لما نيجي نثبت الكلادنج ده من تحت. في فيديو كنا احنا مثبتين الشرايط ازاي بتثبتها، نفس القصة في الهرمي. هناخد العلام بتاعه ونخرم ونعلمه من تحت، نربطه من تحت. يعني ده كده الشكل التاني. دي كده طبعا اشكال لسه ايه ما اتجمعتش، بيكمل الشكل ده. هنجمعه ان شاء الله ونوريكم. ده شكل تاني، تبقى هي من جوه هنا ناحية مشطوفة والناحية التانية من غير، ومش لازم زاوية الألمونيا في دي. هنوريكم بس كذا اقتراح. لو احنا قفلنا دي كده هتلاقي قفله كويس، بس هو هنا في خط ايه اللي هو بيلمع ده. لما تكون هي مقفوله ومتنيه بيبقى لها شكل تاني، بيبقى شكلها انضف. هنا دي لو عملناها كده بندي لها ايه، لو قفلناها كويس كده وعاطين لها سيليكون من جوه عند الجنب ده. لكن ميزه دي
ان هي بتبقى مقفوله كده، واللحام من هنا لما بيتضم كده تيجي تربط بيبقى قافل نفسه كويس. فكل واحد بقى ايه يشوف الاسهل ليه يعمله، او هو كله بيدي نفس الاداء في الاخر. بس في ناس بقى يعني انا احب الشكل يكون مظبوط، غيري عايز يمشي حاله وخلاص.